أهلا بكم. أقام سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حفل غداء اليوم تكريما لمعالي السيد فيكتور زوبكوف الممثل الخاص لرئيس جمهورية روسيا الاتحادية، رئيس مجلس إدارة شركة غاز أبروم الروسية، والوفد المرافق الذي يزور مملكة البحرين للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران. وقد سبق حفل الغداء اجتماع تم خلاله مناقشة مختلف مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، خاصة ما يتعلق بمجال النفط والغاز. حضره معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية، وسعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة.